في منفذ بنوب. هذا كيف بده يطالعني؟ إذا بيطالعني من هون راح أعمل له كل شي بده إياك. شو لسه ما نمت؟ ما في غير طريقة واحدة مماتي، بدنا نطير خليل. ما فهمت عليك مماتي. لاقيلي شي طيار مروحية يكون جريء، عامل له شي شغلة ومسحوبة رخصته وبده مصاري. رح يوقعوها دغري، معقولة يخلوها تطير فوقهم؟ انت بس لاقي، الهبوط مو مهم، الاقلاع هو المشكلة. رح ننهي المهمة ونختفي عن الانظار لفترة، وبعدين منخلص عليهم كلهم. اللي حطوا الشبكة بالفندق، واللي اخذوني للتحقيق، واللي دحشوا المصاري بتمي، ما رح خليهم يعيشوا بعد كل شي عملوه. بس لو اعرف كيف وقعنا بالفخ. مين؟ اكيد مدربين. ايه كانوا مدربين منيح على هالشي، رح نلاقيهم. اغا شو رح نعمل بخليل؟ لازم اعرف مدير السجن منيح، مين معه وين كان يخدم، ولاده وعيلته وكل شي. وكيف رح نفوت لهنيك اغا؟ مثل ما فتنا على المخفر. وكيف رح نطالع خليل؟ يا بسيارة المدير يا بسيارة الإسعاف. عرفوا لي الزلمة والباقي سهل. دورها دور دور وعطيني شحطة قبل ما تيجي تيجي تيجينا شرطة. دورها دور دور وعطيني شحطة قبل ما تيجي تيجي تيجينا الشرطة. وفتحت الباب بسرعة وضربته ضربة جيده، كانت فركشة ايده ضبطوا بالحبل. حلو، معقول هالشي؟ انا مخبية الوراق يا بنتي. كتير منيح ماما نازك. صار لي فترة عم فكر كيف اخذنا علي من دار الايتام. الست صباحية اللي شجعتنا على هالشي، الله يسلم ايديها، وقالت انه لازم نسجله باسمنا، وهالشي كان كتير صعب بديك الايام. وما استنيتوا كتير لإجا دوركن؟ لا مو كتير، بتذكر لهلا انه كان رقمنا 62، والست صباح قالت لنا انه ما في اي مشكلة، وبعد فترة اتصلت فينا وقالت لنا في ولد بيطير العقل وفيكن تاخدوه. شو هي ماما نازك؟ عمك عمر ما قدر يتحمل، شاله وجابه لهم. وكل ما فتت على الأوضة بتخليني اتذكره، وفرح كتير كأنه لسه عايش وما مات. انتو حطيتوا اسم علي عليها؟ ولا هو كان اسمه هيك بالأصل؟ كان اسمه علي، ونحن حبينا الاسم ما غيرناه. تفضلي، هاي كل الوراق. شنق حاله. معقول في شخص مؤمن وبيخاف الله بيعمل هيك؟ هو كمان قال هيك. ليش ضربوا لكان؟ شال القضايا تبع الإرهاب. كان عضو منظمة. كان بيكون الواحد غبي إذا صدق كل شي بيسمعه.
شوف هاي المرة المسكينة ماتت وهي عم تنظف الشبابيك. داخت لأنها ضغط عالي. خالي نازك عندها ضغط وأمك كمان، ليكن بيمسحوا الشبابيك ليش ما بيوقعوا؟ أخي أنا ما بدي إياك تصدق هالشي، مستحيل يكون كل شي منظم هيك. إياد، قتل العم أصلان كان مقصود خطوة على طريق الشرق الأوسط الكبير، رح يقتلوا أشخاص كتير غيره مشان يسكروا الملفات. طيب ماشي، يعني الموضوع ما بيمشي إلا بأكل الناس؟ الموت نهاية الموتى وبداية الأحياء. تسكر ملف مع العم أصلان، ممكن يكون هو بلش حكايته بالقتل كمان، كل شي بيعملوه على حساب غيرهم، هيك صايرة الحياة. طيب والمسؤولي ليش ساكتين على هالشي؟ حبيبتهم المدللة اسمها أنقرة يا حبيبي، أكيد ما رح يسكتوا. شوي شوي ماما، مالنا مستعجلين. بابا تحت وهو مشتاق لك كمان. مراد، هن ما قالوا لي مين بيكون مراد وأنا زعلانة، ليش عم بيخبوا علي هيك؟ شو أنا صغيرة؟ مراد، مراد، يلا ماما شوي شوي قومي معي رح نرتاح، بس ترتاحي انت. مراد خلص ماما، رح نروح لعند مراد. مراد 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 صحة وهنا. يسلموا ايديكي. ليش عم ترشفي؟ ما في شي مهم، انا متلبكة شوي. ليش؟ حابة اني اعمل واجبي مثل ما بتحب من دون ما اغلط ابدا. بس الخوف هو يلي بيخلي الواحد يغلط، ما في داعي تخافي. شكرا كتير. صفية عم تسأل عن اخوها كتير. خلينا نقلها هيك أحسن.